اليوم يأتي في إطار مجموعة من اللقاءات اللي قمت بها مندوبية الصحة بإقليم بني ملال مع مجموعة من المتدخلين في القطاع الصحي ومجموعة من المتدخلين في الإطار الصحي بصفة عامة، خاصة الناس ديال القطاع الخاص والناس ديال مصالح اللاممركزة من وزارة الداخلية وزارة التربية الوطنية إلى غير ذلك. لقاء اليوم يأتي كتكوين للممرضين ولأطر الصحة الذين سوف يقومون بمساندة مندوبية وزارة الصحة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، حيث هذه المجموعة الممرضين سيستفيدون اليوم من هذا التكوين ليقوموا بعد ذلك بعملية تلقيح مشاركة مع ممرضين ديال القطاع الخاص والأطر الصحية ديال القطاع الخاص ديال القطاع العام. أكيد أن هذه عملية وطنية، الكل مجند في هذا الإطار. هذا تلقينا دعم كبير من مجموعة من الإخوان في القطاع الخاص، سواء من الأطباء أو أطر الصحية بصفة عامة. حنا هنايا كنتواجدوا مجموعة ديال الممرضين للقطاع الخاص هنايا في مدينة بني ملال. حنا هنايا لمساندة القطاع العمومي في الحملة الوطنية لمحاربة فيروس كورونا، وحنا هنايا كاملين ان شاء الله نتمنى نكونوا منخرطين كاملين باش نحاربوا هذا الوباء هذا اللي اثرنا على القطاعات كاع العمومية. نحن كقطاع خاص جنود ومجندين تحت خطاب الملكي لمحاربة هذا الفيروس، ونتمنى ان شاء الله كاع الناس اللي متخوفين من هذا الوباء هذا يجيوا للفاكسيناسيون وما يخافوش. وكاين بزاف ديال الناس كيهضروا على ان هذا الفاكسيناسيون فيها يعني عندها السلبيات ديالها، يعني ما يمكنش القطاع الصحة يجيب شي حاجة اللي هي يعني عندها أضرار على المجتمع. وكتشوفوا دابا حنا غنبداو بأطباء وغنبداو بالناس ديال الأمن، يعني ما غاديش نغامروا حنا بهاد الناس هادو اللي هما يعني أساس المجتمع باش حنايا غادي نخافوا على لا بوبولاسيون. ها نتمنى إن شاء الله كل شيء يجي ديال الفاكسيناسيون، ما تخافوا حتى شي حاجة وإن شاء الله يكون خير. وحنا اليوم كقطاع خاص جينا باش نساندوا القطاع العمومي في إنجاح هاد الحملة ديال التلقيح على اللي هي على صعيد الوطني، وكنتمنى إن شاء الله بصفتنا ممثلين لمصحة الدكتور جبران باش إن شاء الله نكونوا في أحسن مستوى من أجل إنجاح هاد المهمة الوطنية والواجب الوطني. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوز في احسن الظروف ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.